لقاءنا بيجدد معكم مشاهدينا، يسعد اوقاتكم وين ما كنتم عم تتابعونا عبر شاشه العالم سوريا. ساعتنا لليوم بديت معكم ضمن برنامج دامسكو حديث مطول واكيد ضيوف مميزين. وقبل ما نروح للحلقه خليني نرحب بفاطمه. شو الاخبار؟ سلم على فاطمه. انا دائما بدك ترحب فيني ولا بدك تسلم فيني؟ مع بعض مع بعض مع بعضينا، ما قلنا يعني حلقتين طالعين مع بعض. انا بدي اترك لك الترحيب والسلام لبعد ما نرجع من الموسم الرمضاني، كون هلا اليوم يعني ان شاء الله هيك كل عام وانتم بخير والمشاهدين بخير. عم نودع هلا يعني صرنا باخر الايام العاديه، وان شاء الله منطلقين بعد كم يوم بشهر رمضان المبارك. يعني كل عام وانتم بخير اكيد، واكيد لليوم بحلقه دامسكو رح يكون في عنا الكثير من المواضيع، ولكن خلونا نروح لفاصل صغير بالبداية وبنرجع. دائما العناية بصحتنا هي الشغل الشاغل اللي بنضل نفكر فيه، ودائما يمكن الأسلوب أو التوجه الأول لحياتنا أو للحفاظ على هيئة الصحة بيكون عن طريق الحميات الغذائية، عن طريق تناول أيضا الوجبات الصحية بمكوناتها المختلفة المتاح منا، وببعض الأوقات بنجرب نجيب الغير متاح. تماما بشار، ذكرت كلمة كتير مفتاحية خصوصا بموضوعنا لليوم وهو كلمة الحمية الغذائية. للأسف كتير ناس بتخلط بين هذا المفهوم ومفهوم الرجيم، ويمكن كلياتنا بالحياة قد ما كانت صحتنا منيحة بحاجة لأنه نعمل حمية عن بعض الأشياء اللي ممكن مثلا تعمل تشنج للكولون أو تفاصيل كثيرة. اليوم رح نحكي عن الفرق ما بين الحمية وأيضا الرجيم، ونحكي عن أكثر الحميات الغذائية شيوعا بالعالم، وأيضا رح نحكي عن دور الأعشاب الطبية بتحسين صحة استقلاب الجسم. تفاصيل كثيرة رح تكون مع ضيفتنا يلي نورتنا وصارت معنا ضمن استديو دامسكو، تهامة الخازم، اختصاصية في مجال التغذية. يا اهلا وسهلا فيكي تهامه. اهلين، يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيكي ويعطيك الف عافيه. الله يعافيك يا رب. مثل ما ذكرنا بالمقدمة، يمكن جربنا نتناول الموضوع هيك من رؤوس الأقلام تبعه، بدنا نروح للتفاصيل اليوم. قديش اليوم أو لأي مدى فينا نعتمد على غذائنا بحل مشكلة صحية سواء بالهضم سواء بغيره من الأجهزة؟ تفاصيل عند حضرتك. حقيقة الغذاء يحل مشكلة، يعني مثلا مريض السكري الحمية الغذائية هي علاج لمرضى السكري، هي علاجية، يعني ممكن يوصل مريض السكري لمرحلة أن يترك الأدوية من خلال الغذاء. كمان مثل ما ذكرتي مثلا مرضى الكولون العصبي كمان نفس الشيء، الحمية العلاجية هي الحمية الغذائية هي علاج لهذا الشيء. وكمان الغذاء بيقدر يحل كثير مشاكل، مثلا مشكلة الإمساك اللي الأكثر شيوعا تماما الغذاء بيقدر يحل هي المشكلة. حتى الصبايا اللي بيعانوا من تكيسات المبايض كمان الحمية الغذائية هي علاج لهي المشكلة. تمام. طيب اليوم تهمة أنت كأختصاصية تغذية، يمكن العالم بتخبص وبتجي عندكم للداو الموضوع، فخبرينا أكثر الشغلات شيوعا أو أكثر الأخطاء شيوعا بمجال التغذية يلي بتواجهوها كأختصاصيين، شو ممكن تكون؟ حقيقة هناك كثير يعني مشاكل. فمثلا بيجيكي حدا بيقول لك انه انا عم باكل شيء صحي، طالما هو صحي فانا ما راح اطلع على الكمية او النوعية او هي الخلط، يعني انه مثلا حدا بيقول لك انه انا عم بمشي دايت ولكن هذا الدايت يعني يركز اكثر على الفواكه، الفواكه صحية ولكن هي تحتوي على سكر. وكمان مثلا الطبخ بالزيوت، مثلا زيت الزيتون عالي السعرات، فالكميه الزايده منه بتؤدي لسمنه. مثلا الفواكه المجففه او حتى المكسرات او البذور، يعني بيجيك كلاينت انه انا ما باكل بس بسمن، وقت بتسالي عن يومه بيقول لك انه انا بس باكل صحن فواكه وصحن بذور او يعني بذر مكسرات، هدول النقرشات اللي بنقرشها بالليل، انه هو مو عادده ولكن هي خطا وهي يجب الانتباه على هي الكميه. تماما. اليوم اذا بدنا نحكي عن موضوع المفهوم الصحيح لكلمه الحميه الغذائيه، الفرق بينه وبين الرجيم يلي دائما بنسمع انا عامل رجيم، اليوم شو الفرق بين المصطلحين من الناحيه التغذويه؟ تماما. هلا الحميه هي مياله اكثر للمرض، يعني انا بعمل كمثلا مريض السكري نحن بنساوي له حميه
مشان المرض. بينما الرجيم هو ممكن يكون حدا صحي، ممكن حدا يعاني من سمنة، فأنا بحاول أني نظم أو جدول هذا الأكل ضمن جدول فيه مدروس سعرات الحرارية و لهذا الشخص الصحي. بينما الحمية هي أكثر يعني هي ميالة للي بيعانوا من أمراض، يعني إحنا الحمية يعني إحنا نتجنب أكل شيء ونتجه ونتناول أكل آخر. طبعا. مثلا مريض الكلى أنا ما بقدر أحط له بالحمية العلاجية مثلا البندورة والبطاطا لأنها عالية بالبوتاسيوم. تماما، فهي الفرق بين الرجيم وبين الحميه العلاجيه. تمام تمام. طيب تهامه، حضرتك يعني امبارح كنا عم ندردش فخبرتيني انه حضرتك متعمقه اكثر بموضوع الكيتو دايت واختصاصيه بهذا المجال وبتعطي يعني ستيب باي ستيب للاشخاص اللي عم يتابعوا معك. خبرينا عن هذا الجانب. بصراحه تعرض كثير لنقد الكيتو دايت، يعني في عالم بتشوفه انه ما له شيء صحي. شو الشيء الصحي بانه بهذا الاسلوب اللي انا عم بتبعه بغذائي؟ انت اليوم كاختصاصيه تعمقتي بهذا الجانب، برايك وين يمكن ثغرات الكيتو دايت وشو الشيء اللي بيعوض الشيء الايجابي؟ خلينا نقول هلا الكيتو دايت هو نوعا ما حميه علاجيه، يعني حتى مو لاي حدا. ما فينا نعتبرها دايت ريجيمي او لا لا. اوكي، هي مثلا الكيتو دايت هو كثير محبذ لمرضى السكري. ليش؟ لأنه بالمرضى السكري نحن لازم نقلل من النشويات، ولكن بالنسبة للناس العاديين كمان هو موجه أكثر للناس البدناء، يعني فوق 100 كيلو. تمام، حتى لو ما كانوا بيعانوا مرض، ولكن بين قوسين لازم تكون الحمية لمدة 6 أشهر، يعني مو أكثر من هيك حتى ما تنعكس بشكل سلبي على. هي بتصير يعني بتبلش تعطي نتائج سلبية إذا الشخص ضل فيها أكثر. ممكن انه اكثر من 6 شهور. شو ممكن بيصير؟ فمثلا ممكن مثلا يصير عندهم شيء بالمراره او يعني رد فعل من الجسم. تماما تماما. اليوم تهامه، دائما يعني بنسمع عن اشخاص بياخذوا هاي الحميات الغذائيه بيقول لك انه انا بتبع حميه غذائيه لانه عندي مشكله بالكولون والى ما هنالك، وايضا بنفس الوقت هي رجيم. الجانبين بيجتمعوا بجانب واحد، يعني اليوم انا وقت اخذ هاي الحميه فانا بالتالي ايضا عم بعمل رجيم او لا؟ ما شرط. ايضا عم بخسر وزن، ايضا عم بحصل على الكتله اللي بدي اياها او الشكل اللي بدي اياه، او ما شرط؟ انه قصدك انه انا اليوم الرجيم والحميه الغذائيه يجتمعوا بمكان واحد؟ ممكن 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 تجتمع، يمكن يجتمع الرجيم مع الحميه الغذائيه وتعطي نتيجه. ممكن ممكن. والحميات الغذائيه ما بتخسرنا وزن في حال شخص عنده مثلا مشكله سكري، عنده مشكله حميه غذائيه هي للمرض؟ حميه غذائيه فهي في خساره وزن. الحميه للمرضى إلى خصوصيه، يعني وقت بيكون مريض نحن ما بدنا نخسره وزن. تمام، نحن بدنا نعالجه. تمام. كيف نحن بنعالج المرض في حال هو حابب يخسر وزن مع هذا العلاج؟ بنخسره وزن في حال، ولكن الاول انه نحن لازم نتجه الى العلاج قبل خساره الوزن. تمام تمام. طيب تهامه، موضوع خليني اقول لك الرجيم والحرمان دائما مرتبطين ببعض. في مفهوم باذهان العالم انه متى ما انت عم تعمل رجيم انت ما فيك تاكل هيك وهيك وهيك. هل هذا الشيء تماما انه هل هذا الشيء صحيح او لا؟ نحن متاح لنا كل شيء ولكن بكميات. يعني دققتي بالبدايه على موضوع الكميه انه هو مهم بجانب التغذيه. مهم جدا. فخبرينا انه الحرمان والرجيم هن ضروري يجتمعوا؟ ابدا اصلا. يعني لما اللي بيكون في حرمان بالدايت فبتصير علاقتك مع الاكل سلبيه، كل ممنوع مرغوب تماما، وبتصيري انت بتملي. صح. يعني مع الوقت بتملي، فتصحيح العلاقه كثير مهم. هذا الشيء مهم، لهيك انا بتجه انه لا نعمل دايت من اكل البيت. يعني مو ضروري انه انا اسوي لك دايت لك طبخ خاص والبيت له طبخ ثاني. وبعدين بوجود البدائل الغذائيه هلا صار كل شيء متاح. يعني مثلا نحن كلنا مجمعين انه كلنا بنحب البطاطا المقليه، طب انا فيني اسوي لك بالدايت بطاطا مقليه ولكن مع الانتباه الى طريقه الطبخ. الى مثلا ست البيت فيك انت تقطعي البطاطا تسلقيها تصفيها بترشي لها زيت بخت زيت، يعني خط احمر تحت بخت زيت وبالفرن، او مثلا بالقلايه الكهربائيه هلا حلت مشكله شغف وحب الناس للمقالي. صح. يعني هلا في كثير حلول حلول. حتى الرز، يعني مو ضروري انه والله انه الرز بيسمن، فانا هي لازم تحديد الكميه ولكن الانتباه اكثر
لطريقة الطبخ. تماما. إذا شوي بدنا نحكي عن موضوع الكميات اليوم، الكمية الطبيعية مثل ما بيقولوا للشخص اللي حابب يخسر وزن بسن الشباب لنقول بعمر الثلاثينات، وكميته الطبيعية من الغذاء شو لازم تكون؟ خلينا نحكي شوي عن كميات لكل الأعمار. هو الصراحة شوف الكميات هي يعني بدك تحسبها من خلال معادلات يعني ما يعني أنا بدي أشوف إنه أنت سعراتك قديش معدل الحرق يعني ونشاطك البدني بيلعب دور، العمر بيلعب دور، فالكميات هي يعني الحصص، نحن بنسميها الحصص، تجي على حسب حرق جسمك، ويعني عرفت انه قديش انت قديش لك سعرات، انا قديش فيني اخفف لحتى تخسر وزن، فهي الحصص بتكون حسب السعرات الحراريه، على حسب سعرات الشخص وحسب معدل الحرق. تماما. طيب تهامة في صوره مغلوطه عن موضوع الخضروات، دائما العالم تفكر انه خلص خضره فيني اكل قد ما بدي، حتى وقت لما بيكون في نظام غذائي او دايت بيقول لك سمحوا لي قد ما بدي اكل سلطه، ولكن ممكن مثلا نحن بنسمع انه اي خضار ورقيات خضراء للشخص اللي عنده مثلا اورام بجسمه يفضل انه ما ياخذ، انه هي بتحفز الورم مثلا السرطاني او هالقصص. هي في جانب مؤذي بالخضار او الورقيات الخضراء، او يعني انتم كاختصاصيين تغذويين بتشوفوها انه هي صحيه 100% بتعطوها للجميع، او لا ممكن انه نحن نتجنب او نخفف؟ يعني ذكرتي لي بالبدايه عن موضوع الفواكه انه فيها سكريات، فما فيني انا كمان بالغ فيها، صحيه بس ما فيني بالغ. الخضره بنفس الاطار ابدا. هلا الخضره فقط للناس اللي عندهم مثلا هلا في مرضى القولون العصبي، في بعض الخضار يعني نحن يعني بعض الخضار يعني بدك تنوهي انه بعض الالياف تمام ما بتناسبهم، مثلا ملفوف على سبيل تمام ما بتناسبهم، فانا بتجنبهم. اما الخضار بشكل عام هي يعني هي محبوبه اختصاصيين التغذيه، يعني كونه غنيه بالفيتامينات والمعادن وغنيه بالالياف اللي بتحسسك بالشبع لمده اطول، فعمليا لا هي محببه جدا يعني. وبتشوفي انت الكل اجمع من اختصاصيين التغذيه انه الخضار ثم الخضار ثم الخضار، يعني شيء مهم جدا، ثابت باي حميه وباي دايت. خلينا كمان نحكي عن موضوع الاعشاب، كثير عم نسمع عليه مؤخرا. الاعشاب سواء المغلي منها او المنقوع او طرق التحضير المختلفه، خلينا شوي نحكي عن هذا الجانب اليوم. اكثر الاعشاب فائده للشخص سواء متبع حميه او دايت او لا بشكل عام كنصائح تغذويه؟ الاعشاب مساعدة جدا على خسارة الوزن، مساعدة يعني تحت خط احمر تبع مو تاكلوا وجبة دسمة وروح اشرب شاي اخضر مثلا، لا هي مساعدة وجدا مساعدة. مثلا الماتشا حلو جدا تساعد على خسارة الوزن لانها غنية بالكافيين، طبعا احنا ما نخاف من كلمة كافيين بالماتشا لانه فيها بالمقابل حمض اميني اسمه الالتيانين اللي هو بيخليك تكون هادي وريلاكس اكثر. المورينجا مثلا هي من الاعشاب الرائعه، غنيه جدا بالبروتين، غنيه بالحديد، غنيه بالكلس او الكالسيوم. في اعشاب جدا مثلا القرفه بتخفض من مستوى ارتفاع السكر بالدم، فهي محبذه. ففي حتى البذور من الاعشاب، يعني مثلا عندك بذره القاطونه، هاي البذره القشور منها كمان بتحسسك بالشبع، يعني في شيء بيشتغل على الحرق وفي شيء بيشتغل على الشبع، فهي مساعده لانزال الوزن. ذكرتي نوع من البذور، بدي كمان نذكر موضوع بذر الكتان، قد ايه مهم وبيعطي فوائد للجسم. مهم، غني بالاوميجا 3، ولكن في انتباه انه لازم نحن وقت استعمال بذره الكتان المفروض نحن نمضغ نبلع، يعني مو انه نطحنها او مثلا مطحونه نحطها على جنب وقت ما بدنا ناخذها، لا حتى ما تفقد هي دغري هي ما انه والله غلي او كذا، لا 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 هي مفروض مباشره انها تنأكل. حلو حلو. خلينا نروح لكونه حكينا عن الشاي ومشروع الشاي، نحكي عن جانب يتعلق بشاي الماتشا. شاي الماتشا ومشروعك بهذا المجال، خبرينا اكثر وشو بيضم وليه رحنا لشاي الماتشا؟ الماتشا رحنا عليه لانه من كتر ما فيه فوائد، يعني انا كاختصاصيه تغذيه بهمني اني اعطيك انا مشروب انه يساعدك على تخفيف الوزن، ولكن غنى الماتشا غناها بمضادات الاكسده، برفع المناعه، مضاده للسرطان، بتزيد التركيز، الذاكره، يعني احنا الكل بحاجه، الصغير والكبير بحاجه الماتشا، يعني الطالب اللي عنده امتحان بتخليه اكثر مركز، الام اللي بتنسى بتخليه، او اللي عندها شغل نشيطه اكثر، وكل هذا
انه بيساعد على نزول الوزن، فهذا الشيء خلاني اتجه اكثر لحد لانشر اكثر انه المفاهيم عن الماتشا. ممكن نجمع مع الشاي، يعني الشاي العادي ممكن مثلا نحط معه ليمون، نعناع الى ما هنالك، شاي الماتشا ممكن يدخل له النكهة؟ ممكن تدخل اي نكهه، يعني هلا مثلا انا بمشروعي في الماتشا انا نكهتها بالورد الجوري او الماتشا مسالة، يعني اللي هي فيها هيل، فيها اللافندر، فيها حتى هيك تصير يعني مقبولة أكثر، يعني إنه نحن نشربها. تمام. تهامة، أنت من القلائل، خلينا نكون واقعيين، أنت من القلائل بسوريا يلي قدموا هيك مشروع وراحوا لهذا الجانب، وبصراحة يعني بشهادة الكثيرين على السوشيال ميديا اللي بيتاقوا لك وبنشوف إنه نجحتي بهذا المشروع، يعني منتجاتك اللي عم تتقدم، إنه أنا اليوم إذا بشتري ماتشا من عندك وبشتريه من مكان ثاني تماما غير شكل وغير نكهه وغير شيء، تمام، غير لون، غير كل شيء. طبعا بتلاقي الماتشا بالسوق لونه اسود، عند تهامه بتلاقي لونه اخضر، اخضر مثلاً. حشيشي داكن، وهي صفه مهمه انها تكون موجوده يعني انا على الصور انا اول شيء فكرته متى بصراحه فهذا الجانب اليوم عمليه التخزين بالاعشاب قد ايه مهمه، وقد ايه انت منتبهه لهذا الجانب بجوده منتجاتك لحتى فعليا وصلتي لهذا السمعه او الصيت مثل ما بيقولوا؟ جدا مهم جدا تخزين هي العشبه. ليش؟ لان هي حساسه للضوء، هي يعني اذا تعرضت للهواء، للرطوبه، اي شيء بتعرض للرطوبه بينتزع، ولكن هي حساسه للضوء، يعني لهيك تخزينها بشكل صحيح مثل ما هي بتحب اهتميت فيه، وشيء مهم يعني حتى يضل فيها هي الفائده اللي انا بدي اياها. حتى تضل منتجاتك عم تجيبيها من الخارج او هي متوفره بشكل متاح خلينا نقول بالسوق السوريه، ولا عم تلاقي صعوبه بهذا الشيء؟ والله هي تامينها من برا صعوبه، تحليلها يعني في احيانا بتجيكي ممكن تكون مخلوطه، فتحليلها بمخابر غذائيه، تكلفتها العاليه، يعني الناس شوي انه بيستغربوا من سعرها، ولكن انا تخطيت هي المشكله هي من خلال تخصيص صفحه للماتشا ونشر فائدتها اكثر، ويعني ضخ هي المعلومات حتى الناس اكثر تستثمر بصحتها. تماما. حلو. اليوم موضوع التسويق من جانب، دائما نسمع وبنحكي عن مشاريع تتعلق هاند ميد، تتعلق الى ما هنالك على صفحات السوشيال ميديا، اليوم الجانب التغذوي تحديدا والطبي بياخذ صد ورد، انه انا بدي اوثق بهذه العشبه، بهذا المنتج، كيف تخطيتي هذا الموضوع؟ كيف اليوم بنيتي هي الثقه بينك وبين الاشخاص؟ هي التجربة صراحة، يعني أنا أول ما بلشت بكيلو، يعني بلشت إنه حتى اللي حواليه يعني، فلما اللي يحسوا بالفرق، يعني هلأ شوف الماتشا بالنسبة للصبايا كتير بتشعر بالفرق ببشرتها، فالتجربة شوي ورا شوي إنه إيه يلا إنه شيء حلو عم يعطي نتائج. أنا شخصيا جربت عليه أول شيء، يعني إنه ضليت فترة منيحة، يعني التجربة هي الأساس، يعني هي اللي دفشتي الدفشة الأولى. تمام. تهامة، أنا شفت كان في حدا ناشر عن مشروعك، فشفت إنه لسه في شغلات تانية غير الماتشا بتقدميها، حليب جوز الهند يمكن أو شيء، أنا صدمني إنه حليب جوز الهند وباودر بيجي، فأنت بتحله بالمي فيك تخلطهم الاثنين يمكن. خبرينا عن الأشياء التانية اللي بتتقدم ضمن المشروع كمنتجات. هلا هي الشيء اللي خلاني أجيب هدول المرفقات، ما بعرف إذا صح الكلمة. تمام. الماتشا، يعني الماتشا هي طعمها شوي يعني فيه مرارة شوي. تماما. يعني فانت بدك تلعبي على هذا الشيء، انه فبلشت تدخل الحليب اللوز وحليب جوز الهند لحتى يعني هيك نستساغها اكثر، يعني تكون اطيب، ودخلت لها مثل ما قلت لك الورد الجوري والهيل وهالقصص هي. فمن هون اجت انه انا اجيب حليب جوز الهند، حليب اللوز، بعدين في ناس تقول لك انا بحب تكون حلوه، فصرت ادخل سكر ستيفيا، سكر ستيفيا البيور، يعني اللي هو محلل بمخبر غذائي، هو ستيفيا يعني هو مستخلص من نبتي وصحي، هو زيرو كالوريز، يعني ما ابدا ابدا. فجمعت كل هدول بمشروع واحد تحت اسم ماتشا. مشروع عم تشتغل عليه بس مو نسيان انه اختصاصيه التغذيه، فخلص زيرو كالوري، يعني زيرو كالوري. لا بلشنا بشيء صحي، بدنا نختمها بشيء صحي تماما يعني للاخر. صحيح. يعني بدنا نتمنى لك كل التوفيق، بدنا هيك كمان نصائح كونه مقبلين ان شاء الله بعد ايام على شهر رمضان وبيبدا مرحله الصيام، فكمان بدنا هيك نصائح تغذويه. نصائح تغذويه بشكل عام هي انه احنا نبلش بانه نخفف من الاشياء اللي عامله عنا ادمان، مثل مثلا القهوه، مثل الدخان، مثل هدول القصص، انه نخففها. الماتشا
بديل عن القهوة. يعني شوف هلا هي برمضان أنا كتير عم روج لها هيك إنه هي بديل عن القهوة، يعني الماتشا ما بتخليك مدمن مثل القهوة. مثل القهوة. ومثلا هلا مثل قشور البسيليوم هي بتساعد كتير على الصيام لأن ألياف وبتنفش بالمعدة. فهي النصائح إذا نحن اتبعناها بشهر رمضان ممكن انه نستفاد اكثر. انا عم بحكي نصائح بما يخص مشروعي. تمام بما يخص مشروعي. تمام طيب توها ما هيك ولو سريعا خلينا يعني شو الشيء اللي محضر للمشاهدين وايضا لمتابعينك ضمن المشروع وعلى السوشيال ميديا، مخبيتي لهم شيء جديد بالايام القادمه او ايه؟ الصراحه ايه بالنسبه لمشروعي انا انه رح دخل منتج جديد، يعني ايه؟ ما كنت هلا اول حدا انتم بتعرفوه. هي حطني يا لنا. تمام هي المورينجا. المورينجا كمان شيء مهم ومفيد جدا، ولكن دخولها على الاكل ما عرفت شلون بدي ادخلها انك يعني الواحد ياخذها وياكلها، فدخلتها ضمن زعتر فسويت زعتر المورينجا. هي رح نكون اول مجربين بس لازم تخبينا مشان ناطرين. كل الشكر لك اختصاصيه بمجال التغذيه تهام الخازم، نورتينا لليوم. شكرا لكم، شكرا على المعلومات اللي قدمتيها. نورتينا وكل التوفيق لك. شكرا لكم. فاصل صغير ومنرجع لنكفي معكم ما تبقى من حلقتنا لليوم. دائما مصطلح المكملات الغذائية موجود بحياتنا، وكون اليوم حلقتنا كان فيها جانب من المواضيع التغذوية مثل ما بيقولوا، فبحس هذا الموضوع مهم انه كثير من الناس بتقول انه انا بعوض نقص الغذاء يلي عندي مثلا نقص الحديد او فيتامين دي او اي يعني فيتامينات ثانية بخليني اقول لك مكملات غذائية وحبوب من الصيدلية. قد ايه يمكن هذا المصطلح فضفاض. دم فضفاض بحسه انه هيك عم يدمر جانب صحي من حياتنا، انه نحن بحاجه لانه ناخذ العناصر الغذائيه بيور من المصادر الحقيقيه ما بدنا اياها دوائيا. وهذا الشيء اللي دائما عم يتم الحديث عنه موضوع المكملات الغذائيه الخضراء، واليوم موضوع هل هي صحيه بشكل كامل او لا كمان عم بياخذ صد ورد والدراسات والى ما هنالك. سعرها كتير عالي هاي البداية، بس فوائدها قديش رح تكون عالية قديش لا رح نتابع الإجابة بالتقرير القادم، نتابع سوا. حيل وأساليب غذائية عم يتمسك فيها كتار من الأشخاص على الإنترنت، من ضمن المشاريب الخضراء يلي بيتناولوها للحفاظ على نشاط وطاقة الجسم أو حتى لتخفيض الوزن. وغالباً ما بتدعي معظم الشركات يلي بتنتج هالمكملات الغذائية إنه مزيجها اليومي من مسحوق الخضروات يدعم صحة الجهاز الهضمي والجهاز المناعي والصحة العامة للجسم من الداخل. صحيح بأن المكملات الغذائية الخضراء بتدعم الهضم والمناعة من خلال المكونات الرئيسية فيها مثل الخس، الكيوي الذهبي والماتشا والتفاح الأخضر، ولكن أسعارها مبالغ فيها بشكل جدا كبير مقارنة بالفوائد اللي بتقدمها. فمنتجات المساحيق الخضراء مصممة بجاذبية خاصة بتخلي الأشخاص يتزاحموا لشرائها فقط لمجرد الموضة، على الرغم من أنه أسعارها بتوازي ميزانية تسوق تكفي أسبوع كامل. خبراء التغذية بيأكدوا أنه هالمكملات على الرغم من سمعتها المبالغ فيها ما ضارة، وبيقولوا أنه حلو كتير تبدأ يومك بهالمشاريب الخضراء لأنه ممكن تعطيك الشعور بثقة أكبر ليكون يومك صحي أكثر. وبنفس الوقت بإمكانك تعتمد عليها ولكن مو بشكل كامل، لأنه مو صح تعتمد على كم نوع غذائي ليكونوا جزء من روتينك الغذائي، والأصح التنوع بالنوعيات والكميات ليكون الجسم أكثر صحة وطاقة طول النهار.
النجاح هو كلمة ما أنا سهلة أبداً والجميع بيسعى له، ولكن دائماً بيقولوا إنه النجاح سهل وإنما الاستمرار بالنجاح هو الصعب. الثغرة لما منوقع فخ بحب النجاح وبصير عنا هوس باستمرار تحقيق النجاح، بنصير ما بنتقبل أي خسارة بحياتنا، ما بنتقبل أي نقطة فشل بأي مسيرة بشار، سواء كانت دراسياً مهنياً وغيره. يمكن هذا الموضوع يحولنا لطريق تاني بعيد عن النجاح، نتحول لحالة من الأنانية وحب الذات وإلى ما هنالك من الانعكاسات يلي ممكن يشكلها هذا الشعور. اليوم إيمت بيتحول تحقيق النجاح أو الهدف بتحقيق النجاح لهوس؟ بيأثر علينا، بيأثر على تفكيرنا وعلى الهدف يلي عم نسعى له بهذا النجاح. رح نحكي بهي التفاصيل كلها مع الدكتور حسام شحادة، باحث في القضايا النفسية والاجتماعية وايضا محاضر في كلية التربية بجامعة دمشق. اهلا وسهلا فيك دكتور. اهلا وسهلا فيكم، اسعد اوقاتكم واوقاتك يا رب. يعني دكتور قبل ما افوت بتفاصيل وخضم الحديث، دائما بيربطوا النجاح بالتفوق، يعني لما كنا بالمدارس بيعطونا شهادة تفوق وشهادة امتياز. خلينا بداية نميز بين شيء اسمه التفوق العقلي والتفوق التحصيلي إجمالاً. طبعا هو التفوق بشكل عام يندرج ضمن أحد مفاهيم المهمة لمفاهيم علم النفس وعلم نفس التعلم تحديدا. طبعا نظريات علم النفس اليوم الحديثة والقديمة أكدت على أن الذكاء له عدة معايير، في ذكاء تحصيلي، في ذكاء حركي، في ذكاء رياضي، في ذكاء اجتماعي جديد اندرج بهذا المفهوم. فالذكاء اليوم له عدة معايير. حتى اليوم صاروا يحكوا بأنه القدرات العقلية ما أنا مصنفة كنوع واحد، أنه مثلا بالذاكرة أو بالتفكير أو بالإدراك، في ذكاء أنواع من الذكاء، ذكاء مهاري، ذكاء اجتماعي. فبالتالي الشخص قد يكون مقصر، ما بدي أقول فاشل، قد يكون مقصر بمجال معين ناجح في مجال آخر. لأنه نحن ليش كأولياء أمور للأسف أحيانا ما نبحث وراء المهارات أو الدفافع أو الميول أو الاهتمامات التي تقف حول نوع معين من أنواع الذكاء أو من أنواع التفوق. ولذلك نحن اليوم إذا مثل ما نرجع لسؤالك، شو الفرق بين الذكاء العام والذكاء التحصيلي؟ هو الذكاء التحصيلي أحد مجالات الذكاء أو أحد مجالات التفوق. يعني مو بالضرورة كل شخص متفوق تحصيليا هو متفوق بباقي مجالات الحياة. إذا مفهوم الذكاء هو مفهوم عام يتضمن عدة مجالات من حياة الشخص: ذكاء اجتماعي، ذكاء رياضي، ذكاء مهاري، ذكاء حركي، وذكاء تحصيلي، ومن ضمن هذا الباكج الكبير أو هذا المفهوم العام الكبير اللي هو مفهوم الذكاء العام أو التفوق العام. تماما، هي حكينا هيك بالمصطلحات العامة. اليوم بدنا نروح لموضوع النجاح والسعي للنجاح. إمتى بيكون الحالة طبيعية؟ نحن عم نسعى بشكل طبيعي، عم نعمل يمكن دورات، عم نقوي مهاراتنا وإلى هناك للوصول لهذا النجاح. وإمتى بيتحول لحالة من الهوس؟ أنا بدي أنجح بأي طريقة كانت. هلا شوف، يعني بذكر لك تجربة شخصية مع أولادي، مع أولادي أنا شخصيا. أنا بعلمهم النجاح وكيف يكونوا ناجحين، وبعلمهم كيف يواجهوا الفشل. وهذا الفشل بعلمهم دائما أنه هذا أمر طبيعي، ممكن بأي لحظة تتعرض لمواقف أو لمعيقات اجتماعية أو مادية أو فيزيائية بالبيئة اللي محيطة فيك من أفراد، من أشخاص، من معوقات مادية، من معوقات مالية تؤدي فيك إلى انتكاسة معينة. ما بدي سميها دائما فشل، أنه انتكاسة أو تمنعك من تحقيق هدف معين. هلا شوف، دائما بنظريات اتخاذ القرار كي تكون متفوق باتخاذ قراراتك، دائما بعلمها لطلابي حتى بالجامعة، أنه أنت بدك تجمع معلومات عن أي هدف تسعى إلى تحقيقه. يعني بالبداية الخطوة الأولى أنا بدي أحقق هدف، هذا الهدف بدي أعمل تطابق بين قدراتي، بدي أجمع معلومات عن نفسي وعن الواقع اللي بدي أسعى لتحقيقه. لأنه دائما كل شخص لديه ذات واقعية وذات مثالية، نحاول دائما قدر الإمكان التقريب بين الذات الواقعية اللي هو عليها فعليا والذات التي يسعى إليها اللي هي الذات المثالية اللي هي النجاح والتفوق. تمام، فنحن دائما بنحاول مع 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 الشخص اللي بدنا نوجهه نحاول نقرب المسافة بين ذاته الواقعية وذاته المثالية، ما يكون في مستوى معين من الطموحات الغير قابلة للتحقيق كي لا تؤدي إلى انتكاسات تفوق الفشل أحيانا. يعني الشعور بالفشل هو مشكلة، يعني كي لا تتحول إلى إشكالية. أنا لا مانع مع طلابي وحتى مع أولادي إنه يذوقوا شيء من
الانتكاسة أو الفشل. ليش؟ لأنه هذا يعطيهم مستوى مرتفع من الصلابة النفسية. هلأ نجي نحن على الهوس بالتفوق. الهوس بالتفوق أحيانا قد يكون خدعة. التفوق اللي أحيانا بيمارسوه أحيانا بعض أولياء الأمور على أبنائهم قد يكون تفوق وهمي، يعني مثلا إنجازات بسيطة عادية عم نشوفها بيعملوا لها حفلة. ويعني أنا مثلا من الناس اللي نجحت بالبكالوريا بالتفوق وأخذت الماجستير وأخذت الدكتوراه بتفوق، كانت المباركات عادية بمستوى طبيعي حجم الإنجاز، إنه ما أنا يعني ما طلعت الزير من البير أنا، يعني هذا أمر طبيعي، لسه الحياة مستمرة من التعلم. صحيح. تمام. فللأسف نشوف أحيانا بعض أولياء الأمور يبالغوا بحالة إنه إنجاز عادي أو أقل من عادي أو شبه عادي، بيعطوا هاي الحالة النفسية اللي تفوق مستوى الإنجاز، ويعني بيعمل يكبر الهالة طبعا هو إنجاز عادي إنه كل واحد منا مطلوب منه ينجح بالثانوية العامة وينجح بتفوق لحتى ينتقل للمرحلة الجامعية والاختصاص اللي بده إياه. فنحن نعطيه معززات وبنقول له شوفي عندك أهداف مستقبلية، وهذا التخصص اللي داخله بده هز كتاف وبده جهد وبده أهداف وبده كذا وبده كذا وكذا، بنحطه ببداية الطريق لحتى ينجز هو بشكل فردي مستقل مهامه بمستوى معين من الصلابة النفسية والثبات الانفعالي. أما هذا التعزيز أو الحماية الاجتماعية المبالغ فيها قد تقود أحيانا إذا أنت يعني عند أول فشل أو عند أول انتكاسة قد يقود هذا الطفل أو المراهق أو الشاب إلى الشعور لإنهار بالدونية، أو أحيانا قد يمس مستوى تقدير الذات لديه. لذلك نحن لازم نقرب دائما المسافة بين الذات الواقعية والذات المثالية. ليش؟ يعني اليوم أنا ما بدي أطلب من الطفل أو المراهق يحط أهداف تفوق مستوى الواقع أو الذات الواقعية لديه. تمام؟ مشان ما إذا اصطدم بأي عائق أو فشل معين أنه يصير عنده الشعور بالدونية بتقدير الذات أمام أقرانه المتفوقين اللي هني أولياء أمورهم عطوهم مستوى معين من الشعور بالذات الواقعية. يعني أنه أنتوا أوكي مطلوب منكم تجيبوا تحصيل عالي، مطلوب منكم توسعوا مهاراتكم ودارككم ومعارفكم بالقراءة والبحث العلمي، و في عندي مثلا طفل أو مراهق ما قام بهذه الإنجازات اللي قام فيها زملائه من الأقران المتفوقين، فعند أول انتكاسي يصير لديه شعور بالدونية بالمقارنة مع الآخرين. يعني اليوم الشعور بالدونية شعور ما هو سهل، قد يؤدي إلى عزلة اجتماعية، رفض ميول مضادة للمجتمع، ضعف الثقة بالنفس، انعدام الشعور بالأمن النفسي. وبالتالي نحن نحمي أولادنا وأطفالنا والمراهقين باصطدام بالواقع بما يتناسب مع قدراتهم العقلية والجسدية، الشعور بأنه مثلا هناك عوائق معينة كي نعلمهم. ليش؟ يعني شو غايتنا من هذا الموضوع بالنهاية كداعمين نفسيين؟ أنه نحن نعلمهم أنه الحياة مو مثل ما بدنا، لابد من الفشل أحيانا، أهداف مو مثل ما بدنا. لا يعني ممكن توقع بأي لحظة أنه يكون عندك انتكاسة معينة تماماً. كيف بدك تتعامل فيها؟ هذا يعزز عندهم الاستقلالية بما لا تشتري. تمام. مثل ما نحن ربينا وتعلمنا وكبرنا أنه نحن ممكن نتوقع حالة عائق معين كيف بدنا نتعامل معه، مو ننعزل على نفسنا أو نتقوقع ونجيب الآخرين يساعدونا لحتى نتجاوز هذا. أستاذ بدي انتقل مع حضرتك، يعني ذكرت ونوهت بشكل واسع لموضوع تأثير المحيط الاجتماعي على الشخص يلي ممكن يصاب بهوس النجاح. بدي ركز على موضوع المقارنات أكثر. قدي اليوم نشهد حالات المقارنات بالعوائل، لما أب بيقارن ابنه بابن عمه، بالوالدة بتقارن ابنه بشوف ابن خالتك. شوف قدي موضوع المقارنات بيعزز هذا الشعور السلبي والسيء عند الطفل وبيكبر معه حتى. تماما. هلا شوفي لأقول لك شغلة من خلال تجربتي الشخصية بالعيادات النفسية وبالإرشاد الأسري وإرشاد الأطفال والمراهقين، موضوع المقارنة سلاح ذو حدين. يعني كي أكون واقعي معك، المقارنة بالنسبة إلي أنا كداعم نفسي لما أقارن شاب أو طفل أو مراهق بشخص متفوق، يجب أن أنتقي الجوانب الإيجابية بالشخص الذي أقارن هذا الطفل فيه أو هذا المراهق مراهق. ليش؟ يعني المقارنة اليوم تؤدي إلى خلق نوع من الحافز الداخلي لتطوير الذات، بس لازم الشخص اللي عم يقوم بهذه المقارنة يكون حريص جدا. يعني كانت التوجهات القديمة، الدراسات القديمة قبل عام 2000 بتقول لك المقارنة شيء غلط. لا، أنا من خلال التجربة أثبتت لنفسي، أنا من خلال ممارستي وتجربتي الشخصية بالعيادات النفسية مع الأطفال والمراهقين والأسر، أنه المقارنة شيء إيجابي كي أخلق حافز داخلي للتطوير الذاتي لدى الشخص. يعني اليوم أنا ما عم بدرس، أنا كطفل أو مراهق ما عم بدرس، ما عم بمسك ورقة وقلم وتابع وراء الأستاذ. إذا كان ولي أمري أو معلمي
يستخدم اسلوب المقارنه بحرص، بيقول لي شوف زملائك شو عم يعملوا، ليش ما عم تعملوا مثلهم، ليش ما عم تطور حالك مثلهم. فهاي المقارنه تخلق نوع من الكلام الداخلي لخلق حافز داخلي كي انا اطور نفسي واجاري اقراني المتفوقين. لكن احيانا شو بيصير؟ بانعدام الخبره او الحرص باستخدام المقارنه تتحول الى يعني خليني اقول لك مؤثر خارجي سلبي يؤثر على الشعور بالامن النفسي، الانعزال الاجتماعي، يعني مظاهر سلبيه تنعكس سلبا على الطفل او المراهق، وبتؤدي الى زياده تراجعه على سبيل المثال بالتحصيل الدراسي او الهروب من المدرسه لانه ما عاد يشعر فيها بالامن النفسي والثقه بالنفس. كمان هون دور المعلم والمرشد النفسي هو صله وصل مع دور الاسره والمدرسة لتعزيز أو للحرص أو الإيجابية باستخدام أسلوب المقارنة. أنا ما بمنع بأنه يعني أنا شخصيا ماني ضد فكرة المقارنة، لكن بدنا نستخدمها بحرص. بصراحة هي مثل السكينة، مثل سكينة المطبخ، أنا ممكن استخدمها لإيذاء الآخرين، ممكن استخدمها لحتى أنجز أعمال الطهي. فبالتالي نحن بدنا نكون حريصين باستخدام سكينة المطبخ. تمام، هو نفس الشيء موضوع المقارنة، نفس المبدأ. موضوع المقارنة بالنسبة إلي ما هو شيء سلبي، بالعكس يخلق حافز داخلي، برجع بكرر، يخلق حافز داخلي لدى الطفل المقصر بإنجازاته على أي مستوى، تحصيلي أو اجتماعي أو مهاراتي، يخلق لديه حافز داخلي لمجاراة أقرانه الذين حققوا مستوى معين من الإنجاز يفوق ما هو عليه الآن. فأنا ممكن تكون هي خيط وصل بينه وبين أقرانه، لكن لابد من استخدامها بحرص. ما بقول له روح شوف ابن عمك شلون تفوق وكذا وأنت كذا 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 كذا، بدله سلبيات تماما. لا، بدي اقول له شوف هداك شلون عم يدرس، شلون عم ينظم وقته، شلون عم كذا، انت شو ناقصك لتصير مثله؟ يعني شوف هالكلام هذا يخلق لديه حافز داخلي لحتى هو يقول ايه فعلا، برجع بفكر من خلال الحوار والمناقشه، ليش انا شو ناقصني لحتى اصير احسن منه كمان؟ تمام؟ صحيح. خصوصا اذا كان مستوى يعني الاقتصادي والثقافي لاولياء الامور بمستوى جيد، انه انت موفر لك كل شيء. ليش هو متفوق مثلا عنك وليش انت متراجع مثلا بتحصيلك؟ فهذا الموضوع مثل ما قلت لك لابد من استخدامه بحرص ويعني بدقة شديدة. صحيح. جدا اسلوب المقارنة وفي الاوقات المناسبة، يعني كمان نحن بدنا نعرف طلعة ونازلة تماما، بدنا ندرس نحن شخصية الطفل او المراهق، هل يتقبل اسلوب المقارنة ولا الذي نفر من التحصيل الدراسي على سبيل او نفور من التحصيل الدراسي. صحيح. دكتور، اليوم موضوع الهوس، دائما بنشوف اشخاص كثير ناجحين بالحياة عم يحققوا نقلات نوعية بحياتهم مثل ما بيقولوا على الصعيد العملي وأيضا على الصعيد الدراسي، ومنشوف عندهم هاي المتابعة أو هذا الحب للعمل، بيقول لك أنه أنا عندي لنقول 8 ساعات شغل، أنا بستغل هدول 8 ساعات وبالإضافة أنه بعمل كورس لأوي لغتي. تمام. على سبيل المثال، اليوم هدول الأشخاص ممكن يصابوا بهذا الهوس أو لا؟ هي حالة طبيعية للشخص اللي عم يسعى للنجاح. شوف لقل لك شغلي، الهوس عرف أنه هو تكرار سلوك معين بطريقة عصابية لتحقيق أهداف. أنا بزمانات وطلعنا حلقة ميزنا بين الهوس والإدمان. تمام؟ الإدمان هو تكرار على مادة معينة أو سلوك معين مثل الإدمان على الإنترنت، لكن بشكل غير وظيفي، يعني لا يحقق فائدة. لأنه أما الهوس الوظيفي أنه أنا عندي هوس مثلا على سبيل المثال بالسيارات الفخمة بموديلاتها، بالتياب، بالساعات، لكن هذا الهوس يؤدي إلى وظيفة إيجابية بالنسبة لي. هل الهوس بالتفوق أنا بالنسبة لي ما هو شيء سلبي؟ أنه شخص مدمن أو عنده هوس بأنه دائما يكون ناجح، هذا الأمر جيد، لكن ما بيحوله لأداني شوي؟ هلا هو نحن هون بدنا نتعاطى معه بعقلانية. كيف؟ يعني اليوم أنا معقولة أصرف كل وقتي لحتى أدرس معادلات الكيمياء؟ وذكرت لك مثال وقتها أنه في شخص من كتر ما أنه مهووس بمعادلات الكيمياء صار يكتبها على الأرض أو على الحيط وين ما راح. لا، هذا سلوك صفة ما هو طبيعي. هلا هون شو العلاج؟ العلاج كتير بسيط، أنه نحن نقعد ونتناقش معه. أنت ما في مانع أنك تكون متفوق بشيء معين، لكن ما ياخذ كل وقتك وكل جهدك على حساب صحتك، على حساب غذائك، على حساب الساعات اللي علاقة بالرياضة مثلا، على حساب ساعات العمل، على حساب علاقاتك الاجتماعية. اليوم الهوس بالتفوق أو النجاح نحن من خلال الحوار والمناقشة يجب أن يكون ضمن حدوده الطبيعية. يعني أنا على سبيل المثال على المستوى الشخصي دائما أضرب أمثلة عن نفسي، ما أضرب نفس أمثلة عن الآخرين. على مستوى حياتي الأسرية بحدودها الطبيعية أعتبر نفسي ناجح بنسبة 70-80%.
لا مانع من مشاكل اسريه تعطي خبره للاولاد لحتى تستمر الحياه لحتى هن يتعلموا. واحيانا اذا ما في مشكله بحياه الاسريه احيانا بفتعل مشكله صغيره لحتى الاولاد يعرفوا كيف يناقشوها وكيف يواجهوها. افتعل مشكله على مستوى قدراتهم، انا بسميها مشاكل افتراضيه. صحيح. انا افتعلتها وطرحتها على الطاوله مشكله معينه، شو رايكم بالقضيه الفلانيه؟ بستنى ارائهم، وهن على مستوى 5 سنين و6 سنين، فحتى مشان فعل انا قدراتهم على الحوار والنقاش. مستوى طلابي احيانا اذا كانت حياتهم الدراسيه ماشيه بشكل جيد لا مانع من مثلا نطرح مشكله معينه على طاوله الحوار والنقاش لحتى اعطيهم شيء من التحصين الانفعالي والاجتماعي والتحصين حتى بقدراتهم ومهاراتهم الاجتماعيه. فاليوم الهوس بالتحصيل الدراسي او الهوس بالنجاح هذا انا بعتبره شيء ايجابي، لكن يكون له وقته. يعني اليوم انت مثلا متابع موضوع اللغات، اللغات إلى ساعتين ثلاثة من يومك بس مو 24 ساعة. يعني أنت طور مهاراتك باللغات وكون متفوق على الآخرين وقارن نفسك بالآخرين اللي هن متفوقين عليك أو هن اللي هن مثلا ما وصلوا للمستوى. ما نغلط المقارنة بين الذات وبين الآخرين اللي هن ما وصلوا لمستواي أو الناجحين جدا وفي مسافة بيني وبينه، بس إله وقته من خلال الحوار والنقاش نخصص له وقت معين، ما يكون على حساب علاقاتنا الاجتماعية، ما يكون على حساب. أحيانا أذكر لك أمثلة من مدارس المتفوقين، أنه المتفوقين يصلوا لمرحلة معينة من الثقة الزائدة بالذات وأحيانا مستوى الغرور. تمام. أنا شو كنت أعلم الطالب المتفوق جدا؟ أحيانا كان يشعر بالملل من الحصة الدراسية، أنه يلا أعطوني المعلومات بسرعة، هاي المعلومات بعرفها، أنا بابا وماما شرحوا لي إياها وكذا بعرفها. لا، أنت بشاركه مع المعلم، شوف التقنية بشاركه مع المعلم لحتى يساعد زملائه اللي ما وصلوا للمستوى اللي هو وصل له. وبالتالي اليوم أزحنا بشكل تدريجي عامل الغرور، عامل الثقة الزائدة بالنفس، لأنه الثقة الزائدة بالنفس هي ثقة وهمية. إذا اصطدم، أنا اللي خايف منه دائما، بخاف على أطفالنا ومراهقين إنه يصطدموا بأصغر مشكلة بيصير عنده. صحيح. أنت كأسف. طيب أستاذ حسام، يمكن الوقت شوي عم يداهمنا، فبدي انتقل من حضرتك لموضوع النصائح في حال كان في أب أو أم عندهم طفل أو يعني صبية بالبيت عم يعانوا من هذا الجانب اللي هو هوس النجاح، كيف نتعامل معه؟ كيف منفهمه هي التفاصيل اللي ذكرتها بأنه الحياة مو دائما وردية، رح تصطدم بمشاكل وبمطبات كثيرة خلينا نقول. تماما. هلا في عدة نصائح، لكن الشيء الأهم أنه أنا بدي أدرس شخصية ابني، وإذا ما كان عندي هاي التقنيات لأدرس شخصية ابني أنا ببحث بالدوافع اللي عنده. يعني اليوم من خلال الحوار والمناقشة أكون صديق لابني، شو اللي بيدفعك؟ يعني أي سلوك خاطئ بنلاحظه على أطفالنا ومراهقين وراءه دافع. يعني اليوم حكوا بعلم النفس وراء كل سلوك دافع. طيب أنا بدي أبحث بهاي الدوافع، متى ما عالجنا الدوافع تعالج السلوك. بدي أشوف أنا هذا الهوس بالتفوق أو أحيانا بجزئيات العلامة، إذا بدنا نحكي عن التفوق التحصيلي، شو سببه؟ أنه سببه كثير رفقاته عم يعني هو عم يغار من رفقاته مثلا، في شيء معين مثلا شايفه من خلال حوار ومناقشة قد أوصل له. لأنه أنا أحيانا بتعرفي أنت الشخص له عقلين، عقل واعي وعقل لا واعي. أحيانا على مستوى الوعي قد لا يدرك الطفل سبب هذا أو المراهق سبب هذا الهوس بالتحصيل، فمن خلال الحوار والمناقشة أنا بوصل لمستوى اللاوعي وبالتالي بفهم دوافعه. لأنه معظم الدوافع هي مستوى على مستوى، مو مثل المحفزات الخارجية أنا بشوفها. الدوافع دائما على مستوى بين العقل الواعي والعقل اللاواعي، فبدي افهمها. هي اول نقطه. النقطه الثانيه، يجب ان ابحث عن الاهتمامات والميول عند ابني. يعني مو كل شيء تفوق تحصيلي، بدي فلان في ميول فنيه، في ميول ادبيه، في ميول رياضيه، في ميول مثلا حركيه، في اهتمامات معينه. ودائما انا بشيد بالتجربه التي تقوم فيها كليه الفنون الجميله بجامعه دمشق، انه تجيب اشخاص لديهم ميول واهتمامات لكن تحصيلهم بالثانويه العامه عادي. صح. بس لينقبل الطلب مو اكثر. صحيح. تمام. وبالتالي تشوف انت فنانين بفنهم وبادبهم وكذا مكتسحين العالم العربي وحتى وصلوا للعالميه. ليش؟ لانه بالاساس تم اختيارهم على اساس الميول والاهتمامات. هذه التجربه المهمه اتمنى ان تعمم على كل الكليات السوريه وكل الجامعات، وان اتمنى انه من اولياء الامور ينظروا فيها كتجربه حققت انجازات. يعني اليوم مطلوب من اولياء الامور كي لا يتحول التفوق إلى هوسي أو إدماني خلينا نسميه، بدي أفهم ابني، بدي أفهم شخصيته، ليش هيك عم يعمل، ليش هيك عم يتصرف. والباقي الأمور في حال عجزنا عنها
كأولياء أمور الأباء نعمل اللجوء إلى الطب النفسي أو أخصائي الإرشاد النفسي. أكيد يعني الحديث مهم وشيق، ولكن يعني داهمنا الوقت للأسف ويطول النقاش. أكيد أكيد، وإن شاء الله لنا لقاءات قادمة. كل شكر لوجودك معنا الأستاذ حسام شحادة، محاضر في كلية التربية بجامعة دمشق وأيضا باحث بالقضايا الاجتماعية والنفسية، نورتنا لليوم. شكرا لوقتك ولمعلوماتك. أهلا وسهلا فيكم، إن شاء الله نكون قدمنا شيء مهم ومفيد. إن شاء الله. شكرا لك دكتور، يعطيك ألف عافية. كفي معكم مشاهدينا باقي حلقتنا، رح نروح لفاصل صغير ونرجع، خليكم معنا. دائما يعني بهي الايام تكثر المعارض وبتكثر ايضا يعني الفعاليات، وخاصه قبل وصول شهر رمضان، لانه دائما بشهر رمضان تتحول الفعاليات بما يتناسب مع قدسيه ورمزيه هذا الشهر. فهي هيك الايام كثير عم نشوف فعاليات بدمشق بحلب وغيرها. اليوم المعرض يعني بالذات من محافظه حلب العزيزه على قلوبنا كلنا، معرض الياسمين والسنديان بدورته الثالثه، تفاصيل كثيره رح نتعرف عليها انا وانت والمشاهدين بالتقرير التالي. بمشاركة أكثر من 200 جناح تنطلق فعاليات معرض الياسمين والسنديان للمرة الثالثة بدعم ورعاية من غرفة تجارة حلب. معرض مهرجان السنديان والياسمين ومهرجان بنسخته الثالثة يقام سنوياً، بيعطي ثقل جيد بالنسبة لسيدات الأعمال. عندنا تقريباً شي 150 مشاركة ب 300 مشاركة ب 150 ستاند. الحمد لله الحركة كثير جيدة، أمننا مواصلات مجانية للمشاركات لكذا محور من محاور مدينة حلب. الحمد لله التنسيق والترتيب كان مميز. بقدم أشغال يدوية برسم على الجلود والخشب والإزاز، وبحاول يعني أعمل قطع محروفة شوي عن الموجود. هلأ هي نحن لأنه ما عندنا منبر، لأنه أنا شغلي بالبيت ما عندي محل، فيعني المعارض عم بتكون مكان منيح لحتى أنه نبين شغلنا. الأشغال اللي هون هي شغلي، وكمان هون تأمين وتطريز وتطبيق على المناشف عم بشتغل، بالإضافة للإكسسوارات البسيطة للشعر والإيدين. أنا بشتغل سنارة والمخرز والإتامين، نشارك بالمعارض عم نتسلى وكمان نتحلى. بعمل علب، محارم، لوحات، طارات، لمبادرات، يعني كل شيء بيخص البيت. نحن أول مرة عم نشارك بهيك معرض في مهرجان الياسمين والسنديان. حبينا نعرض أشياء حلوة كلها هاند ميد، أكسسوارات شعر، جزادين، بورتوكليات، فيونكات، أشياء حلوة. كمشاركة معارض هي تعتبر ثاني مشاركة لألي بالمعرض، أول شيء شاركت من فترة مش أسبوع. بالنسبة لهذا المعرض أول مرة بشارك باسم الأمانة السورية، فبشتغل حجر صناعي، الحجر اللي بصنعه كله على إيدي بجبله وبشتغل. هلا هو نفس روح الحجر الطبيعي بس بطريقة ثانية، مواضيع بطريقة تشكيل مختلفة تماما، بالمواضيع المختلفة، الألوان مختلفة. فهي مشاركتي هلا حاليا بهذا المعرض. صراحة بهيك نمط من المعارض هاي ثاني تجربة إلي، وحبيت كثير أكيد بعيدة، لأنه كثير فرصة حلوة لحتى نحن نروج للشغلات اللي بنعملها، لحتى العالم تعرف فني أكثر، باعتبار أنه أنا مشاركة بستاند لوحات فنية. وحبيت كمان الإقبال الكبير على هيك نمط من المعارض. نحن مشاركين اليوم من يولا بيوتي سنتر، هو لحتى نعرف الناس على الخدمات اللي بيقدمها السنتر،
ونفس الوقت بالمنتجات اللي موجودة عنا بالسنتر اللي بتنباع طبعا بسعر منافس لسعر السوق. احنا هون بستاند مربيات هالزورة عم نقدم مربيات مشكلة بأصناف متعددة مثل السفرجل، الباتنجان، الكباد، القرع، النارنج وكمان فريز ومشمش، وعاملين صنف جديد اللي هو بول بالمربى، يعني كيك شوكولا. هلا المعرض يعني بشكل عام كتير حلو ومستوفي كل شيء، وعن جد غرفة التجارة يعني دعمتنا مثل عادي ما شاء الله. وأنا منتجي عبايات موديلات خليجية بس صناعة وطنية وبأيدي بنات، يعني عم بشتغلوا على المكبس الحراري بالخياطة كلياتهم بنات، ويعني منتج حلو يعني عم نباع برا بأسعار أضعاف مضاعفة، يعني هون المنتج عم بكون سعره مقبول وشكله حلو. هلا الحقيقة كويس، أجواء حلوة، بضاعة كتيرة يعني مختلفة، ويعني بيزين جهد، في جهد واضح يعني بالموضوع، بس شيء حلو مرتب والله. إلهي يا ربي دخيلك هيك دايما بلدنا تنفتح أكثر ويصير فيها هيك عروضات أكثر وأسعار تكون هيك هادية شوي لهالعباد، لأن الغلاء ذبح العباد. معرض الياسمين والسنديان يأتي في إطار جهود غرفة تجارة حلب لتعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص العمل والتسويق للسيدات والشابات. هذه الفعالية تعكس التزام الغرفة بدعم القطاع الصغير والمتوسط والمتناهي الصغر وتعزيز دور المرأة المبدعة في المجتمع وتمكينها اقتصاديا. وسيمة الجبيني لقناة العالم السورية، حلب. ولهون منكون وصلنا معكم لختام ساعة دامسكو لليوم، على أمل اللقاء بالحلقة القادمة. تبقوا بألف خير، وأكيد مشاهدينا ما تنسونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، فيسبوك ويوتيوب، بالإضافة للويب سايت الخاص بقناة العالم سوريا. تعليقاتكم اقتراحاتكم وأكيد أراكم بانتظارة جميعا. اللقاء يتجدد إن شاء الله على الخير. تبقوا بألف خير. Thank you.